هجيب لك ايه؟ عايز اورنج جوس. حاضر حاضر. يلا هندع كل واحد اللي يسمع اسمه يجي هنا. البلطجي الاول ابراهيم الابيض. ابراهيم الابيض. ايوه انا اهو. ده ابراهيم الابيض. امال حسن الاسمر شكله ايه؟ يا عم حسن الاسمر مين؟ بقول لك انا برضك اسمي ابراهيم الابيض. فكرتني على ابراهيم الابيض. عارف ابراهيم الابيض ده؟ اه ده هو عارف ما كانوا بيضربوه بالماط ويقوم سليم. يضربوه خرطوش يقوم سليم. يضربوه بالمونتوف يقوم سليم. عشان كان عشان كنت راضي عنه. كان متخرج من عندنا من معهد هنا. يا حبيبي بمسيك بخير يا سقا. ربنا يمسيك. كان عليه قسط يا ما دفعوش. هات القسط. لا 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 يا عم. وانت مالك ايه؟ مش انت فكرتني بيه؟ كان عليه قسط بتاع شورت وفانيلا وبتاع. حاضر حاضر. ايوه كده وانا بقى هوز فخر الفلوس. ماشي برضي كده يا عمور. الله يهديك على الله. اللي بعد عبده موت الله يرحمه. عبده موت. امور يا شبح. انا مش شبح حد. انا كان جديد لسه نازل الارض. انت عبده موتة؟ ايوه ايوه. طب ومش قالع ليه؟ شوية شوية. طب مخمضني طول اليوم ولا ايه؟ طب وفين التعبانة؟ مات مسموم. مات مسموم؟ اه. أكيد التعبان ده بلع ريقه. أنت ما بتضحكش ليه يا دكتور؟ طب هات التعبان معاك المره الجايه. وانت عايزه فيها يا مستر اكس؟ التعبان ده كان تلميذ عندي في المعهد هنا. كان في قسم الزواحف وسحليه. عايز التعبان محتاجه. في حاجه؟ وانت عايزه فيه بس يا مستر اكس؟ ما انا قلت كان تلميذ عندي هنا عايز احتاجه انا. ماشي. فين الفيش والتشفيش؟ اتفضل. ايه ده يا عرق؟ ايه؟ انت فيشك ابيض. ايه؟ الله الله. فيشك ابيض يا ده ما فيهوش ولا سابقه حتى ده ولا حتى قضيه تحرش في الزحمه. ايه ده اللي انت عامله ده؟ اصل انا كل جرايمي سكتي ما بحبش اسيح. طب يا بس انا عايزك بقى تروح اللي هي بتاع الدار اللي بتاع المحاسبات والبلطجه. هتجيب لي من عندهم شهاده. و يعني مش محتاجه بس اما تجيبها اقطع. بص حلوه جدعه جدعه. تشكر يا مستر اكس. اللي بعده اللي بعده المصيبه. والفيش كمان اهو. وكلمه زياده ما اسمعش عشان ما نصفرش المطوه. ماشي يا عم الفيت. حلوه الدخل حلوه الدخل. مش مكياج اوفر. يا عم البلطجة يا عم. حاضر. مسجل خطر سرقة بالإكراه. اللهم صل على النبي. ده حلوة دي. سجل خطر تثبيت على الدائري. فضل ونعمة. الواد ده اتعلمه مني. سجل خطر خطف انثى. هذا من فضل ربي. خطف انثى؟ ايه طب ما فضلش منها حاجه؟ ولا اي حاجه. ولا دبوس؟ ولا اي حاجه. سجل خطر تزوير انتخابات. ايه ده؟ تزوير ايه؟ قبل ولا بعد؟ يعني ايه؟ قبل اسمه ايه ولا بعد اسمه ايه؟ الاثنين. يعني حضرت بترمي الحاجات في الارض البتاع وبتاع دوار كارت دوار ده كله؟ نعم.
لا يخرب بيت عقلك كده. ايه اللي عندك دي؟ ما سجل خاطر يعني. ايه اللي سجل خاطر؟ ايهاب ايه دي؟ ارهاب. ارهاب سجل خاطر ارهاب.